صلاح ينفرد بلقب أفضل هداف إفريقي في تاريخ بريم ليج. تعرفوا معنا على التفاصيل. تمكن لاعب الكرة المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تحطيم الأرقام القياسية بتسجيله 3 أهداف من أهداف فريقه 5 في شباك مانشستر يونايتد أثناء تلك المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5 أهداف نظيفة، وذلك ضمن بريمير ليج. وتألق صلاح بشكل لافت على ملعب أولد ترافورد وساهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة، سجل منها 3 أهداف فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة 5 لزميله الغيني نابي كيتا، وساهم بنسبة كبيرة في الهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي دييغو جوتا. وبأهدافه 3 وصل صلاح إلى الهدف 107 في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطياً أسطورة ساحل العاج دييه دروغبا الذي كان في الصدارة ب 104 أهداف. وانفرد صلاح بصدارة ترتيب قائمة هدافي البريمير ليج هذا الموسم بعد أن كان يتشاركها مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي. وحسب شبكة أوبتا العالمية لإحصائيات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب أولد ترافولد معقل مانشستر يونايتد. ومحمد صلاح هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب مصر، من أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عام 2018 وجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017-2018 وجائزة أفضل لاعب إفريقي لعامي 2017 و2018 وجائزة أفضل لاعب إفريقي بواسطة بي بي سي للعامين نفسيهما، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018 وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2018 و2019، كما اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.